تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية. كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. هدفنا كله زي ما اتكلمنا امبارح في المؤتمر الخاص بصندوق النقد، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، الحاجات اللي من شأنها إنها بتخلق فرص عمل حقيقية، وأيضا إنها بتدبر العملة الصعبة. الدولة المصرية عشان تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لازم إنها تعمل بنية أساسية عشان تمكن من إن هذه القطاعات المهمة إنها تنطلق بقوة. وهو ده الحمد لله النهاردة اللي احنا بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة.